بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا ليال ما دام أن كجهرنه بشي ربيع، ربيع الأول وبشي مصطفى صلى الله عليه وسلم ولا شيء، وحن جعله بإذن الله الكريم إن نبذير أما إن يروا كوان أو كسابسا جعيل كنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن أنكه الله هدي الله أود له قلاد. فضائشة محبة جعيل كنبي صلى الله عليه وسلم أدلة كسا أرورتي ووح أنجلي كرين تحت الحصر لم يكو بكره أحاديثة يا آثارتة يا أقواش علومة أرين تاسكه ليس. وحا كمده إنو إلهي فضل إيراد أو آد يا آد أوين ونبي الله محمد سيي صلوات ربي وسلامه عليه. إلهي إليه وكان فضل الله عليك عظيما. نبي محمد وحيابها إيرادك كوة أو إلهي كسيي وح آد يا آد أوين وي وح إلهي كتلمامي تبارك وتعالى إن يوين يهينه وين انت وين انت انت الى اكتهي ضد وح قياسي كرام جيران. نبي صلوات ربي والسلام عليه احاديث تكسى ارورتي جعيل كيسا وحا كمده بخاري حديث وابا هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه وكورنا رسولك ان يري صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواية آنس وحي كد ريسا زيادة والناس أجمعين. قف إذنك إذن كمله إيمان ملأ إيمانك أي رسولك كنهي معنه كأنفيي، يعني إيمانك سنما أهن مد كامل أما لما يسترن إنت و إجاج علانا يا أنيقة والد كيسي إساقر ألي إيو عرورتي و إساقر ألي إيو رواية كلا أو كدرتي أو آنس داد كوردن إنو أنيقة إجاج علانا. حديث كاز بخاري كتاب الإيمان أيو كشيغي مسلم نبوحو بكشيغي باب دن أو يليه هاي باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجبني ماذا جعلك نبي أول جعلاده إن يواجب تهي باب كاس أيو مركب كل شيء أكثر من الأهل والناس أجمعين. إن كبدا أنت أجعش أهل كاجا إن كبدا دتك أورن جعلك أتقارك من وقفت إن كبدا. أنس بن مالك وحو أهل لفدي يسوع رضي الله تعالى عنه إن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قف إذنك إذن كمده إيمانك سماهن
mid dhamaystiran haddaan kamaalka anfino xataa yacnii iimaankaagu ma aha mid dhamaystiran ilaa uu qofku ka jeclaado nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waladkaaga waalidkii adiga ku dhalay iyo ilmahaad dhashay iyo dadkoo dhan ilaa aad nebiga ka jeclaato sala allahu calayhi wasalam. Jacaylkaas imaamu nawowi oo sharxaya xadiidka wuxuu yidhi sheekha abu sulaymaan alkhaaabi la yidhaahdo wuxuu yidhi jacaylkan ma aha loo jeedaa, ma ahan xubu dabac, yacnii midkan jabaliga dabeecada ah ee qofka yacnii dabaacatan ah ma ahane, waxaa loo jeedaa waxa weeye waa xubu lkhtiyaari wey, inuu qofku doorto inuu nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu yahay waxa ugu horeeya uu wax walbaba ka jecel yahay. Laakiin midka dabciga ahi mathalan naftiisa qofku inuu jecel yahay oo kale macnaha waa mid dabci ah, laakiin waxaa la rabaa nebigu sala allahu calayhi wasalam jacaylka aada jeceshahay inuu kugu xambaaro in aad naftaada daacadiisa wax walba ka hormariso, inaad wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam raalli ka yahay in ay hawadaaduba raacdo, wa in kaana fiihi halaakuk, yacnii geeridaadaba ha ahaatee inaad nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam atadxiya ama sacrifice aa u sameynayso. Kalaamkaas waa kalaamkii khaaabi weeye. Sidoo kale sheekha ibnu bataal la yidhaahdo iyo sheekha kaleeto ee qaadi ciyaad raxmat ullaahi tacaala calayhim iyo keyrkoodba waxay yidhaahdeen maxabadu waa saddex qaybood. Maxabada mid waxa weeye waa ijlaal iyo icdaam oo ah weyneyn iyo qadarin weeye, waa midda uu mathalan waalidkaaga aada u hayso oo kale, waa qadarin iyo karaameyn iyo weyneyn weeye. Midna waxa weeye maxabatu shafaqa waraxma, waa mid ah dhimrin iyo naxariis mid ah weeye, taasina waxa weeye waa maxabada uu waalidku walad caruurtiisa u qabo oo kale mathalan. Midna waxa weeye maxabatu mushaakala waistixsaan, maxabo oo ah isu qaabsamayn iyo wanaagsi ah weeye, sida dadka ay dadka qaar isu jecel yihiin oo kale. Marka dhammaan asnaaftaas kala duwan ee jacaylka ayaa waxaa la rabaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam in aad u jeclaato oo aada nebiga jacaylkiisa sala allahu calayhi wasalam aada wax walba ka hormariso. Nebiga maxaan u jeclaanaynaa sala allahu calayhi wasalam? Waxaan u jeclaanaynaa inuu ilaahay jecel yahay tabaaraka wa tacaala, isla markaasna aan ku khasbanahay inaan jeclaano oo anaan lahaynba meel kale oo aan markaas u bixi karno. Adduunkan waxyaabaha saaran waxaa ugu mudan insaanka weeye, insaanka ama qofka bilaaadanka ah alinsaan ayaa wuxuu yahay almakhluuqu alawal rutbatan, isaga ayaa ugu mudan. Waxyaabaha kale ee saaran dunida oo ah jamaadaadka iyo nabaadka iyo xayawaanka waxay musakhar u yihiin oo ilaahay u sahlay u fududeeyey waa insaankaas ugu mudan weeye makhluuqaadka, oo ilaahay yidhi walaqad karamnaa bani aadama wa xamalnaahum fi lbari waalbaxri warasaqnaahum min aطayibaat, waan karaameynay bani lbashar oo dhan bila aadanka ayuu ilaahay sheegay inuu karaameysan yahay. Dadka ahlu iimaankahuna ay ugu karaamo badan yihiin insaankaas. Marka waxaa saaran dunidan ilaahay isaga ayuu u sakhiray, wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiica min, sababtu maxay tahay? Ina fi dalika laayaati liqowmi yatafakaruun. Jamaadaadka waxyaabaha ihi mathalan waa waxyaabahan angegan ee aan wax dhaqdhaqaaqa lahayn, aan kobcayn, aan korayn weeye, waa wixii jaamid ah. Wixii nabaat uhuna waa wax iyagu numuwi leh oo kobcaya oo koraya oo soo dheeraanaya oo marna dhimanaya marna noolaanaya, oo markii qaxd iyo abaar iyo darowt ay timaado yacnii meeshii ay dhimanayaan ilaahay roob markuu keenana ay dib u noolaanayaan. Haddana xayawaanku isaguna wuxuu leeyahay sidoo kale taran iyo kobacaasuu leeyahay,
لكن وح النبات كي كجدوين يهي ماشاء النبات كي كجدوين هذه جامد كوحة آه إنه كبع يو لأن وح جامد ومكبع يعني أي حيوان كي إن النبات كي وح كجدوين هذه كبع يولي هاي سيدا النبات كه هو ترميا لكن وح لي حركة أنه يتحرك يعني وحركة يولي هاي ورغاقية إنسان كي ساقنا ولي هاي سيدو كالي كبع أو ترميا أو استريا حركنا ولي هاي سيدا حيوان كي أوكالي لكن وحو كقدوين هاي أنه يفكر يعني وحو لي هاي قوة إدراكية أو وحليليسة أو وحقبانيسة أو وحدريميسة أيو لي هاي أو مركز عقلقة إلهي السيي يفكر كاس أيو كقدوين هذي ما دام مركا فكرك أولي هينا ساس أيا وحي كسو هري وإلهي وقصخ هري معنى إنسانك إنسان كاس يا مركا كو أه ومعنى مخلوقات كي أولا إنسان كا وفضل بلان يا وفضل مركا وأنبيا دي وي يرسوشي يا وفضل بلان مركا والنبي الله محمد صلوات ربه وسلام عليه لو كان فضل بدينه الرسول شيئا بيد وتلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض أي إلهي لي هي يا أقوم مدن مركوا النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم شخص جاس مرك أقوم مدن وحوي السجى يا وجود دمبيي رسول دمبي أو الصاد ريا مجيره إن أن مرك ما دام وسق أقوم مدن يهي وخاتم الأنبياء ويهي إن أن مرك جعلنا نبيك صلى الله عليه وسلم وأرن لجمع مارمانة أو معناها مهم أهوي جعل كاسنا وحكم تيستي إنه أقوم مدن يهي وح الله وحي إلهي وأبوري على الإطلاق نبي جمرك صلوات ربي وسلام عليه جعل كيسه وإنه كوح باره وح فري إن التي ماده وح الله وح كار بين إن تكهرته وحويا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وشيء لغم مرمال إلهي باله في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نبي محمد ودتك واحد أشيكته دي أد إلهي جعشه تبارك وتعالى الصورة عنيقة ومحا مركز دعايا إلهي با إذن جعلانيا تبارك وتعالى مركو إلهي إذن جعلادو ذنوبتيننا إلهي ودافيا مرك نبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلادو وشي لغم مارمانا تاس أو أي مدنتهي هدنا إن جعيل كاسي أكو وحن باري سنة دي سي إنا تطبق دور رعدو ما كفل انتهي هدبا بمجرد اتباع سنته إن السنة دي سرع له أوكلية إن النبي جعشها صلى الله عليه وسلم وما نبي صلى الله عليه وسلم وقيب كم ذا جعل كيسة إن السنة دي سرع له لكن كلية أنت اسمها وإن النبي صلى الله عليه وسلم مركي للشيخه أذن إسهين كرين جعل كنبي صلى الله عليه وسلم أذكر صلى الله وإن النبي آل كيسة جعلاتها وإن أد أصحابتي سجعلاتها وإن أد وحول با النبي حرير لله أمهات كيسي أمهات المؤمنين زوجات كيسي أجعلاتها وحول با النبي حرير لله وإن أجعلاتها جعيل كاس مركا هذا ترى هذا وراعية وكلية ما أهن سوتها واحد سؤالا وفلا منافقين تحلقي نبي نوريد صلى الله عليه وسلم نبي ويراعيين ووحي موجينيين اتباع إن السمينيان صلاة دي بيتكنيين صوم كي بيتصوميين حج كي آذيين في بعض الأحيان جهات كي بقغيب قليين ما أوران كرنا نبيقى أي جعليهين وأمايا ما أوران كرنا لهي في سورة التوبة مركي ومنافقين تأو كور رميو ما أوسن مقعاب لكن سيقود بلهي ومنهم نوغش يقل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا إن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا إن لم يعطوا منها سقطوا ومنهم من يقول ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ساسو إلهي إنه وشيغيان إني نبيغا لباتينيان إني نبيغا يعني وحان جري وحي شيغيان يعني نفاق الواحد ويقف كل حو شيغي يوحو قرسنا يا كلا لبا ونفاق إيماني ونفاق وضماء حتى نفاق عملي مركا نبيغا ويد أحكامتا ويد أبقيين حلق رسولك مركا جوغي صلى الله عليه وسلم ما أورن كرنا نبيغا جعلاين وما ما أورن كرنا بل نبيغا لقرتيسا يلبكيسا يسيدي ذكرنا لهايين أي كشقينيين مركا نبيغا صلى الله عليه وسلم جعيل كيسو كليا ما أهن إنا ترعضو نبيغا ساقا مقصود بالذات لفتي جيسان ربناه إساقا ذات ديسا أيان جعلنا هاي إساقا شخصية ديسا أيان نبيغا ربنا صلى الله عليه وسلم لما أرنكرو نبيغا مركثنا ذات الأذون سنة ديسا راعون ودي ساقا محاد كربتاه يعني نبيغا إنا ترعضو أكلا بوستمان أيوها أما ميلمان وبوستمانك أما ميلمانكو محو السمية قفك بوستالها هي صبحي بوستالو كينا مثلا أما قريقاقو كسو طورا رديسا أما بوكس بوكو قريدا مهم ماها إنا ساقير هادسو وحاكو مهم كاهي وحاوي والرسالة دي وكو كاني يو ورقد ديه يوحو كو دي بعد قادان إيسا إساقا عدو وشاقين يي أيها هوشاس هوشا أدرستي هاول كو تالماه رقية دمر وحو يهي يعني واحد هذه نسمة لكن واحد مهم كوة فرين تو كوة ذي إن هذا الشو مرك هذا مرك ترى هذا رسالة ذا قاده أن سنة ذا قاده أن محن بيجي كربته وأنا بيجي أنا أذكر كتير بس ثمان أو كلا أو ميل مان أو كلا ساسو كلا أنا أفكرتي وأنا فكر رنتي سخيفة وأد وهو سيوي وأد وقاب درونجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم السجع أيان ربنا السجع أي إلهي نجوبت بادي تبارك وتعالى السجع أيانا إسلام لماذا سبب إنه يقول نقضي السجع شخصية ديسا أيانا جعلاننا وأنا وح لقى بارمانا جعلك النبي صلى الله عليه وسلم هدي أنا سوقت حديثك مسلم البخاري غير كسب روايين كردون أيورين أيان النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تاسا أهريس صدح وحيابوت قفكي لجهله وقفكاس صدح ذاس وحيابوت كلان سدا قفكاس وحو هلي أيو يري رسولك صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان إيمانك معنكس ما ها إيمانك وإيمانك وأرد رمي والطعم يعني ذوق بو هلي رد أنك إيمانك أيو هلي يعني الطعم والطعام وكاللب مثلا دان تسارة سوق هذا إنه عنتذا يردن كيدو وكر لبوي تسارة هان ملب كمعان وحن هيسنه ومعان ملب هدي أتسوق ذاته سوق دلك كشروا قروح بدن وأتسوق ذاته والذي وكجري أتقولي قصور ذاته ملب كي وشيء في عن وقروحون وتفكر بدن كهيسته وإلهي يري فيه شفاء للناس لكن هدي أذن الدمين ومحي ملب ما شرح كرتي معاي هاي إمسو معاي هاي ما شرح كرتي مركا إيمانك أدوا هايسته لدن كيسي إنا هشو هدنا وحكا لوي لكن ملك مركا الدميسو العرب كي سارتو مركاس أياد معان كيسي يوحتر كيسي بعد هليسا مركا إيمانكو مركا سي او كوغو لدنمو ولدن كي إيمانك أدوا هشو وإنو حلاوة الإيمان أدوا هشو وأنا أرمان صوص صعبة وصان أكله الرية قد لقاهلة كو أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم وإن إلهي تبارك وتعالى يا رسول كيسة صلى الله عليه وسلم قد كج عشهي مما سواهما وحي لبضوضة كالسهري لبضوضة وحي كالسهري وإن قد كج عشهي وإلهي جعشهي تبارك وتعالى وحاكد لنا يا نبي محمد إن جعلته مركز صلى الله عليه وسلم كبعد دتك أهل الإيمان كهو أدنى أي استجعلانه محبدي متقانا ورسولك شيغي ودتك أهل الإيمان كاني دحمرت أي أهيد مركز محبدي أياتانا كدلنيس ساسي أكله الريان إلهي جعلته وأي كدلنيس نبي محمد جعلته صلى الله عليه وسلم وأي كدلنيس دتك أهل الإيمان كهو مركز يجونا استجعلانه
إلهي هل كان وحو كل مية نبي محمد نبي محمد هل كان وحو كل مية عليه السلام عليه الصلاة والسلام السجى إلهي أي ضمير متصل ضمير التثنية كل مية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تاس مركب حكتو سيسا إلهي يا رسول كيسا إن أنا كل ريبي كلين مرنا وإيسان مرنا كل هاري كلين وبر إسكابر ناف إن لا إسكوعد فئة ضمير لغو كل مية هل كانوا أي ضمير كي كل أنسانيهين منا هن حديث كان كلية وابدينهين حديث تأرن كاس شيريس حديث كي غزوة خيبرة ومركي انت صحابته باهتي اي لحوم الحمر الاهلية اي قشين دميره انك اصحابي قاها ولواقي رسولك اشياء قيري صحابته ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية ايوها حديث كا صحيح غير كبك السودان يعني الهي رسولك سوحي اذا كان ريبيان سوى ذا جرى عن لحوم الحمر الاهلية دميرها ان لا اديكسده لا ررتو إن أن لعنين نعفي سيدا كلا لوغو نعفستو ودي حمر الوحشيها والعنين كلا لكن الحمر الأهلية أن لعنين والخيل والبغال والحميرة اللي تركبوها وزينة يعني إن اللي تركبوها وزينة إن هالكاس معنا حال دو ضيته وحي مركا كتوسي سامركا مما سواه ما ضمير كاس إن لغو كل ميي إن أذن إلهي رسول كيسة كل ريبك تام عن هذا ما هن إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حد الألوهية إن تجارسين يسوع أبسلوط ما حويا إلهي حد بليه تبارك وتعالى النبوة ين حد كلا إيه هي حدودنا إسكو ما جرتوا إسكو ما نقصنا رسولك صلى الله عليه وسلم جعل كسوة على الربا إن هرك وجارسين يهي وإلهي جارسيي ما با جاري كرناه إن أن إسكدينا أنت أنك جارك رأينا جعلانا كان يا جعل كنبي صلى الله عليه وسلم جعلانا يسوع إن هاد سلجي سبب يسوع وهاد وصلده صلى الله عليه وسلم إن هاد سنة دي سي طريقي سي متق أنا أدمرته راعده تاس أي مركز معناه كنيسة سيدوك الحلاوة إمامك وحوي استلذاذ الطاعات يعني طاعات معان ستؤيو تحمل المشقات في طاعة الله وطاعة رسوله يلبك كاسو جارية إن تكسمرته مشقلة معنيه إله رديسة رسولك رديسة معنيه يه إثار ذلك على عرض الدنيا ين أرنك كدورة الدنيا ذي يبربر كذا وقبي جذوبه وحنجرنا زمن كان جرنا كبس لبلا إن وحنجرنا يكون نقضنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل كيسة أذ معنيه معناته إله جعل كيسة مركم حون نقضنا إياه وحوي وبفعل طاعته وترك مخالفته وترك مخالفته إن هذا الخلاف لكن على الطيعدو محبة رسولك صلى الله عليه وسلم إن الطيعدو نبي محمد طريقي سمرته هذا نسهين كرين يعني سداس أي مركز أي ينا نغني سائيو إن الشخصية دي سدفاعه ونفي ما ربا أهرته نفي ما ربا أهرته تاسو أذيق الدنكو وجرته المرء مع من أحب وأنه إيمان سحديث كنبي صلى الله عليه وسلم وأذيق لفتها النبي قال جركيسة مركز أن نغنيس سواء تقف كي أدوية النبي جعل صلى الله عليه وسلم محوه هلية فوائد كمدة يكون معه في القيام قيامها أي معيسة لجركيسة أهانا يا حديث كان لفتقيسة أن شيء إنه ألفاظ كلو كالدوان كسو أروري وحو بخاري باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكل شيء أنس بن مالك رسولك نين أيا وحو ويدي أصحابتك كمذا يا رسول الله متى الساعة ساعد قيامه قرمي لعيسى رسولك وحي صلى الله عليه وسلم انت أنك جواب سؤال شيسى ماذا عددت لها محاكو ديارة قيامها لعدة وابا لعيسى ومحقق الوقوع ويه لكن محاد ديار كو اهو محاد كيشك كو وجيرا او ادلتا قيسا ماشا وحي للا شيء حوم هيا يا رسول الله وحان هيا انبا هيا راتي مجيرو وحبا ما هيا لكن
إلا أني أحب الله ورسوله وحان هيو عمل ما لهنه لكن إلهي يا رسول كيسة أيان جعله بيرينك صحابيها صلى الله عليه وسلم رسولكم حوء جوابي مركة ما وحو يري تاسي وحبا كوتر ميسة همين كيو رن تاغنو مانين كيو رن صومنو وحالا واحد هيستنا بحي ميوري وما وحو كيري رسولكم صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أدوغو واحد لجريسا ولجيركو دهانيسا قفك أدجعش هايو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أياد لجيركي ساهانيسا آنس بن مالك تعليق بوارن كسار محيري فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أحببت كما أن فرحن بويري نكا صحابي قال آنس بن مالك خادم رسول الله سيدا أن أفرحني أوكلا هذا النبي جاء ما أنت مع من أحببت سان أراه داس أفرحني ولي يا الله يوح أن أفرحني مجرد آنس بن مالك مركا وحو يري فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وحو يري أنه مركا وحان جعل هبي لنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليهم وأرجو أن أكون معهم وحن رجينا يا بويري ما جزمين رجو كعبري حن رجينا يا أن أكون معهم لجركو إن بحبهم كو أهذا جعل كان جعلها إياهم يغان جعل وهي لم أعمل مثل أعمالهم يعني عمل كو يهير كي قارسيسين يهين مثل أنا قارني لكن ما دام أن يغا جعلها إلهي تبارك وتعالى وحن رجينا يا إنو يغا معناها جعل كان جعلها درتو دي قهل لسيو مركا نبيغا جعيل كيسة صلى الله عليه وسلم أن جعلنا هاي وحبدا أيان كقبد باذينا وإلهي وحبدا بو مركا نغسين ايا وحا كليتو وقد أغانيسا محبدا نبيغا جعشا هاي صلى الله عليه وسلم إن عسيان يو ارتكاب المنهيات إن يدو جروه النبيغا جعشا هاي صلى الله عليه وسلم يعني وحيابا عضو عاصئة وأنا أقول آدنين وحيابا بضنو اللي اسكرر بي سمين ايا إن النبي قد جعشا صلى الله عليه وسلم ومعنا بضن جعل كاس أكو سمي بخاري عمر بن الخطاب وحكورين ايا رضي الله تعالى عنه نمبا زمن كي نبي قد صلى الله عليه وسلم جري مقعي سلي لهذا عبد الله لكن حمار بالغو نيناسي جري وحان المضحك رسولك كقسلية مددك قسلية مثلا كوميديا عمل أديقاء بوها كوميدي سنسمية نبي صلى الله عليه وسلم دور جير أيو شراب انتو سميي وخمر عبي أيا لجادلي وجادل أيا كرعي ما نبا مركا لكياني وحد لقوه في دور جير ما نبا نبي لو كياني صلى الله عليه وسلم مركاسو نبي قوحو فري إن لجيل دو حدي لغو فيه خمر هذا وعبي مركي حد لغو فيه باني وحويري قوم كي كمذا اللهم لعنهما أكثر ما يؤتى به إيه لعنة ذا كل عدو يري لعنة ذا كل عدو بدنا انت لكينا يؤو ساقو خمر عبي انت لكينا يعني خمر دي حد دي لغا مرينا يو نبي وحيري صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه ورها لعنة دينا كدا يا لعنة كدا فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله وحيري كدا يا لعنة وحان أغهي وكو أغهي وحاوي أنه إنه إلهي رسولك سجعليه إلهي رسولك سإنه جعليه أيان أغهي مركا كدا يا لعنة مركا تاس مركا الشيخ اللي يلاهذا الشهاب خفاجي وحو يري نسيم الرياض كتاب كيساس حديث كان وحو دليل ايهي قفك مسلم كبائر بها السمية إني سنبنانين إلا نعنده سيدوك لوحا حديثك لقاركيا جعيرك إلهي الرسولك سلجعلاده
inay waxyaabaha lagu badbaado waxyaabaha ugu waaweyn kamid tahay oo naarta looga badbaado. Imaam Suyuuti kitaabkiisa Alxaawi Lilfataawi la yidhaahdo waxaa la weydiiyey Suyuuti jannada ma lagu gelayaa jacaylka nabiga sal allahu calayhi wasalam ayaa la weydiiyey qof macnaha jecel nabiga laakiin caas ah weliba taarik bacda alfaraa'id, bacda alfaraa'id inuu ka tagtaga ay macquul tahay, wuxuu yidhi nacam jacaylka nabiga waa ku gelayaa jannada, jacaylka nabiga sal allahu calayhi wasalam wuu ku gelayaa. Saasoo kale sheekha Haytamina wuxuu yidhi Alminaxu Lmakiya kitaabkiisaas waxaad ogaataa buu yidhi acmaaltan ugu fadli badan natiijo ahaan ugu degdeg badan ugu weyn xagga wasiilada in ay tahay nabiga jacaylkiisa sal allahu calayhi wasalam la jeclaado, sababna ay u noqonayso khayr adduunye iyo mid aakhira. Jacaylka nabiga inay khayr adduunye iyo khayr aakhiraba ay u noqonayso sabab. Saa darteed buu sheekheeni weynaa Sheekh Cabdiraxmaan Azzaylici, Sheekh Soomaal, uu yidhi fii cayniyati, cayniyadiisa nabiga ku amaanayay, maxabatuhu tucti lmuxiba mahaabatan wa tusiluhu aclaa maqaamin wa martaci. Nabiga jacaylka la jeceshahay qofka muxibka ee nabiga jecel mahaaba ayay siisaa, waxayna gaarsiisaa maqaamkan ugu sareeyo, ugu fiican oo ugu wacan buu ilaahay ku gaarsiiya. Yacnii wax la sahlan karo marka ma ah. Waxaan tusaale yar usoo qaadan doonaa insha allah, sheegi doonaa intaa lanaga gaarsiiyo, waqtigu waa iska kooban yahay, in aan in yar oo jacaylkii asxaabta nabiga ay jeclaayeen inaan nubda ka soo qaato, in yaroo macnaha min maxabati saxaabati lirasuulillah sal allahu calayhi wasalam. Aan ka bilaabo xadiidkan uu Ibnu Kathiir Albidaaya Waalnihaaya ku sheegayo, Ibn Isxaaqna uu ka sheegayo sanadka Ummulmuminiina Caaisha radiallahu tacaala canha, waxay tiri rasuulkaa noo yimid sal allahu calayhi wasalam waa Maka markuu ka hijroonayay nebigu oo inta qoomkiisu dhibay ilaahay Madiine inuu aado u fasaxay. Anoo guriga aabbahay jooga ayaa nebi Maxamed noo yimid bay tiri sal allahu calayhi wasalam. Markaasuu u sheegay tiri wuxuu yidhi aabbahay buu la hadlayo Sayid Abubakar, wuxuu yiray tiri ilaahay wuxuu ii idnay fi lkhuruuji walhijra, inaan baxo oo hijroodo. Markaasay waxay tiri Caaisha radiallahu tacaala canha, Abubakar markaasuu wuxuu yidhi assuxbata yaa rasuul allah, assuxba yaa rasuul allah, ma kula saxiibayaayo ma ku raacayaa mise keligaaba ilaahay ku idnay assuxba? Markaasuu nebigu wuxuu yeeri tiri assuxba waad raacaysaayo adna waad ila soconaysa. Waxay tiri Caaisha oo arrinka sharxaysa, ilaahay baan ku dhaartay bay tiri, ma u malaynayn bay tiri maalinkaas ka hor qof farxad la ooyaa inuu jiro, farxad qof la ooyaa inuu jiri karo maalinkaa ka hor maba u qabin bay tiri, xataa ra'aytu abaabakrin yowma idin yabki, ilaa ma aan ka arkay sayidina Abubakar Asidiiq radiallahu tacaala canhu maalinkaas isagoo farxad ooyaya. Almawaahib Ladunya sidoo kale wuxuu sheekh Asqalani kitaabkiisa Asqalani uu ku sheegay Abubakar Sidiiq inuu yidhi yaa rasuul allah, xubiba ilaya min addunya, waxaa adduunyada aniga layga jeclaysiiyey saddex arrimood oo ah annadaru ilaa wajhik, horta inaan wejigaaga fiirsado, inaan wejigaaga eego, wejigaaga aanan waayin. Kow, jamcu lmaali lilinfaaqi calayk, inaan xoolo kulmiyo helo, oo maxaan u helayaa ma xoolo badni iyo adduunye jacayl maya, lilinfaaqi calayk, inaan adiga dartaa u bixiyo, adiga kugu bixiyo. Iyo attawasulu biqaraabatik, yacni attawasulu ilayka biqaraabatika, inaan qaraabadaada kugu tawasuliyo, ku tawasulo, sida Sayidina Cali ibn Abi Taalib iyo Cabbaas iyo saasoo kale iyo Faatima radiallahu tacaala canha. Abu Daawud sidoo kale kitaabu Zakaa wuxuu ku wariyey, sidoo kale Xaafid Abu Nucaym Xilyatu Lawliyaa, Zayd bin Arqam uu aabihiis Arqam bin Arqam ka warinayaa, wuxuu yidhi Cumar bin Khataab radiallahu tacaala canhu baan maqlay isagoo leh rasuulku wuxuu nafaray sal allahu calayhi wasalam inaan xoolaha sadaqaysano alla darti aan wax u bixinno, oon alla darti xoolahaan haysano usoo bixinno. Markaasaan waxaan iribu yidhi maantayto alla ilaha Abubakar ka hormar oo balkha ka khayr bado. Markaasaan maalkiigii laba inta u qaybshaan qayb keenay, qaybna caruurtii baan uga soo tagay buu yidhi. Markaasaan
رسولك ويديو وحو يرو يري ما أبقيت لأهلك ما حد غصو تكتي عدا دي مركاسا واحا يرو يري انتان كياني او كلان غصو تكي أبو بكر مركاسو وحو كياني بيروح على وحو هايستي وح ألا وحو هايستي وحبك ما زو تكين حوله سيرن بصوق عادي رسولك صلى الله عليه وسلم مركاسو وحو كير ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر أبو بكر ما حد غصو تكتي أهلك هاي مركاسو وحو يري أبقيت لهم الله ورسوله إلهي رسولك سان غصو تكبير مركاسان وحان إريبو يري لا أسابقك إلى شيء أبدا كولا ترتمي مايو ما أنت كدب وحكال وليقي كولا ترتمي مايو يعني إيقهر مر نبيق جعيل كيسي حوليسي ساسو مركا إيقهر مرايو يعني أنوغو مرنا ما تقانا وحو أبو بكر قارسيسنا مركي أبهيس سو إسلامي إنو يري إنو عباس بن عبد المطالب سو إسلاما يان يعني كجعلان لها أبهينو سو إسلاما وصوتهم حيتهاي نبيقي فرح قلين لهيد أرنتاس نبيقى أي مركز أرنتاسي أي فرح قلين لهيد ننك أصحابي وعبد الله بن زيد اللي راهدو وقت قاس كوكوبان عنكو قبا قبين إيا عبد الله بن زيد ننك أصلي راهد أصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وننك آذان كوريا وضي أي نبيقى صلى الله عليه وسلم ويل كيسا أتقي سو بيرتي سكشقين يا مركز وحكويري نبيجي ووفادي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز وحيد إله إن لها يقتر نبي محمد كدب عدك لا يانا أركنة إله إن لها يرد وإن دبرت بكو إن دبال أنت نبي محمد كدب عدك لا أركلها إن له بها يقدر عين سداس أيو كو إن دبال أيو إن له يسي متقانا أي يعني معناها أي كتا جين أو متقانا أي كو إن دبال مركز أصحاب تجعيل كنبي جعلاين صلوات ربي وسلام عليه وحرنتي لكوبي كرمأهن معناها اسمي هين كرين رجع أبو بدن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابته أبو بدن وآدي آدك يعني جعل كيسة يعني وجعلا وحكمده وتتبع سمين جري نبي قرها راع جري وماشوا مالين قضاء الحاجة وفريسة حتى أنه فريسة جعلا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بابا كمده واي حتى وحو هالشي يسوء انت سوك حيو بوحو سوء فريسة جري ماشا هالشي النبي قلت من سايق وقلقلته أيو كيني جري واي أيو نبي معنى هيش ساي مركا أقولات مركا أصحابته نبي صلى الله عليه وسلم اسمه هين كن جعل كن نبي جعلاهن مالن ميرو مري مركا سومران أوهن أي أوهين مالن ميشو سافر است مركا سافر استان اسمه هين كن أوهين درتاد مركا كشاكين يعني اسمه هين كن أوهين درتاد جعل كن نبي قام صلى الله عليه وسلم وحلا ملاين كرم أهن ويعني جعل كت وحنا أها أرن إلهي كو أبو ري أيو أها اختيارية ويجوا أي دورتين ما هي واحد دراري أما هين واحد ما هين واحد اختياري ويجوا أي دورتين أي مركز هيد إيو إنه إلهي كو بتبادية نار كجبت بادية تبارك وتعالى وإلهي نار نبي قد سبب تيسة وإلهي كو الباري نبي قد أنا جعلان إنه وحوي وحاكم إذا قفكي سجى النبي قلنا بري صلى الله عليه وسلم قفكي وناق نص ما ينام وناق فلنا من استدعيكم معروفا فكافئوه يعني قفكي وناق دين سمية مكافأة سمية محاكم إذا مكافأة دي النبي صلى الله عليه وسلم وناق ك وين محوياي إنه إلهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نرنا قبل بادية صادرت النبي صلى الله عليه وسلم وأن جعلانينا جعيل أن معناها آدي آد وين بان جعلانينا من جارسين إنه هير أي سندين تإسلام كبرنين سيدو نوشة يعني النبي أمانتي سجعيل كي كميتها إلا أمانه أصحابتي أنا بوضع أمانة إسا يعني جعيل كي السنة سيدي مال بسول وشيغي وحي نقول إسا حد كفلا دعم دعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه سيدو أي دوال ومحيتها بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم إنه النبي صلى الله عليه وسلم خير كان كائن لوحة كميدة مركو أكرم الرسل النقضي رسوشة كان أقول كرامة بضنبان أنقونا أوتوماتيكالي محان نقضي بقى أكرم الأمم نبي قدرتي بانساس كل نقضي إن شاء الله تعالى جعيل كنبي أيان يندر دار ميا عرورتي نكو كوريا قريقي نكب لابا قريقة برشادو قريقة كب لابتا مركي قريقو واناك سنادو ووقفكو قريقي سوى ناجيو برشادو واح بضنب وقفت sababtoo ah dadku markay ka soo baxaan guriyaha iyaga wanaagsan oo isu yimaadaan mujtamaac naajiha ayaa imanaya oo usra naajiha ka yimid markaas mujtamaacaasina saas uu ku badbaadaya jacaylka nabiga sallallahu alayhi wasallam baan in ku dardaarmaya naftayda iyo naftiina insha Allah ta'ala intaas ayaan hadii Allah inoo ku gabagabeyn doona aqoolu ma tasmacuuna wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh